اهلا بكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم الزفلون الى هذا بصراحه الحصص الماضيه تكلمنا على ربما بعض المواضيع تطرقنا اليها الاسبوع الماضي، اليوم رجعنا اليها باكثر تفصيل. اليوم حبينا نسمع رايكم في هذه المواضيع، مواضيع متنوعه. تكلمنا على فيما يخص قضيه التعيينات والاقالات قبل ما تكون رسمية، الناس الجزائريين كلهم سمعوا بها في التسريبات في وسائل التواصل الاجتماعي، والأخرى قاع هذا مهنة جبال اللي وقيل أسبوع قبل ما يعلنوها رسميا في التلفزيون ونشوفوا شنكلها في لقائهما المقال والمعين الجديد العقيد الموسوي. سؤال مطروح مرة أخرى كما شفت في الحصص الماضية، كيف مثل هذه القرارات المهمة جدا، يعني هذه تمس بمؤسسة الدولة، المؤسسة العسكرية، تكون قبل ما يكون ما نشوفها رسميا سمعنا بها في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا موضوع تكلمنا عليه، حبينا نسمعوا رايكم فيما يخص هذه التسريبات المتكررة، ماشي مرة الأولى اللي صار شيء مثل هذا. ثاني تكلمنا على قضية هذه التسريبات بصح شكل آخر في الصحف الجزائرية الأخيرة، مقال الخبر اللي أعلنت بمعلومة لم تؤكدها الجهات الرسمية وهي الوزارة الخارجية، وهو حسب الخبر سفير الإمارات رجل غير مرغوب به في الجزائر. هذه المعلومة الخطيرة جدا تمس مباشرة العلاقات الدولية والعلاقات الجزائر مع الإمارات خاصة، ولكن ما في لا تكذيب ولا تأكيد من طرف السلطات الجزائرية. هذا ثاني مرة أخرى مثل هذه المقالات، شكون يدير فيهم؟ شكون عامر خط على بالنا الكثير من الجزائريين على بالهم ان الاعلام الجزائري ما يكتبش برك، خاصه في الصحف الاولى او في لايون تاع لي جورنو، مستحيل يجي يكتب لك واحد صحفي مراسو بلا ما يكون فيه اوامر من الفوق. اذا السؤال المطروح في مثل هذه الحالات، شكون اعطى الامر باش الخبر تخرج من مقال مسيء مثل هذا للامارات اللي بعدين نشوفوا هنأت الأمير الإماراتي هنأ تبون على العهدته الثانية. وذكروا مشاهدين أن واحد الوقت كان مثل هذه التسريبات في الجريدة أخرى كلفت بوسليماني وزير الاتصال في الوقت هذاك 12 تعليل بسبب مثل هذه التسريبات ومثل هذه المقالات، ولكن هذه المرة ثانية روبي لوت كما يقولوا، ماشي مرة أخرى، ماشي واحدة، ماشي زوج، ماشي ثلاثة يخرج مثل هذه المقالات. مرة أخرى بناس ما رأيكم أنتم، واش رأيكم؟ شكون ويأمر في مثل هذه المقالات اللي تسيء مرة أخرى كما قلنا للعلاقات الجزائرية مع البلدان الأخرى؟ تنتكلمنا فيما يخص بعد يعني كما سمعتوا كما على بالنا تبون راح العهدة الثانية بمشاكله بشكوك في النتائج، ولكن وفات وطلب يعني قال في خطابه انه سوف يكون فيه حوار لا سوسيتي فيف لي فورس فيف كما قال لا سوسيتي جمعهم قال باش ان شاء الله هاي تكون في ديمقراطيه في حريه. في ذلك الوقت شفنا في حمله اعتقالات جديده، ما هي الاسباب؟ شكون ولا هل النظام حس روحه انه لازم باش يروح في هذا الطريق المتناقض، من جاي يقول لك حوار وما عندناش سجناء الراي، ومن جهه اخرى شفنا الاعتقالات المتكرره، بعد نشوفوا شويه فيديوهات فيما يخص هذه القضيه. اذا هذه ربما مواضيع حبينا نسمعوا رايكم فيما يخص هذه المسائل، تعطونا رايكم، تختاروا انتم الموضوع اللي تحبوا ونورونا ب آرائكم. خلينا نبدأ بعز الدين من مارسيليا فرنسا. عز الدين خويا، عز الدين مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ولا أنا باغي نحكي لك أنا على هذا
l'armée de l'Algérie, le gouvernement déjà de l'Algérie, est-ce que c'est un gouvernement ou c'est des guignols? ولا ولا تقول لك اخويا عزدين عزدين الو ولا ولا هذا ولا هذا التساؤل وي هاد التساؤل راهم دايرين راهم قاطعيننا كاع مع المغرب مع موريتانيا مع قطعونا مع كلشي اش غادي نقول لك هادو ماشي هذا شنقريحه وهذا تبون وهذا هادو سي با ان غوفرنمون بور لي زالجيريان لي زالجيريان اي ميريت بلوس كو سا اي ميريت دو بونور اي ميريت دو لور ريشيس كما قال حميد للو arrêtez il faut trouver une solution ça y est vous êtes vieux Chundriha, il a quoi je ne suis pas contre les vieux, mais Chundriha, il a plus de 70 ans. Par exemple, allez, c'est l'islam, l'hygiène, laissez Karim Tabou, laissez les gens qui veulent travailler. On n'a pas besoin de ces gens-là. هاد الغوفرنومو هاد الارمي مانيش فاهم انا راه مطرد تقول لي راه جو سوي اون اوروب جو سوي فرونسي جو سوي الجيريان جو سوي فيير دو مون بيي جو سوي فيير داتر الجيريان مي اتون مي كون جو فوا سي جون لا سي انورم اسكيزي بور لو تيرم اي سون ديغولاس طرب شكرا سي عز الدين شو يعطيك الصحه خلونا نقول للعاصمه معنا مراد مراد مرحبا بك السلام عليكم خويا سليم وعليكم السلام ورحمه الله سي مراد لاباس خويا ربي يحفظك خويا سليم يعطيك الصحه خويا راس يبارك فيك بالسلام نكون احرار خويا سليم ندخلوا في الموضوع ربي يهنيك ان شاء الله يعني نعاودوا نولوا شويه للقديم عباس الملك الله يرحمه ويمسح عليه قال كلمة شابة قبل ما يموت يعني تروح تحوس على مسؤول أي مسؤول في الجزائر تقول له وين راح المسؤول ما تلقاش المسؤول في الجزائر يعني هذه هي كلمة خلاها نشفع عليها وخلاها في التاريخ يعني هذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة يعني هما في ذاتهم ما على بالهمش واش كاين يجيه تليفون يقول له غدوة راك رايح واليوم هذه هي الأوامر تجي من فرنسا هي الحاكم الرسمي للجزائريين هادوما اللي راهم حاكمين فينا يعني هما والله ما على بالو واش كاين منا شوية هكذا ما على بالوش ما يقدرش يهضر معاك كيفاش هذا يقدر يهضر معاك في أمور يعني تاع باش يتسجم البلاد ولا باش عندهم نظرة سياسية ولا عندهم نظرة اقتصادية ولا عندهم نظرة يعني يشوفوا كما كاع العالم إنسان يحكم يعرف واش راهو هادو ما على بالوش ما عنده حتى حكم لا خاطرش خاطر جاو ناس نزهاء وجاو ناس عندهم الكفاءة وعندهم يعرف عنده يعني مشروع عنده حاجه يعني اللي نقدر باش هادو ما كاش هادو واضح مراد شكرا خويا العزيز بارك الله فيك يا سي مراد يعطيك الصحه نبقاو في العاصمه رانيا معنا رانيا الو سمعكم عليكم السلام ورحمه الله اختي تفضلي alors aujourd'hui je tiens à exprimer mon indignation face à la décision de votre chaîne d'inviter un ancien ambassadeur français pour critiquer ouvertement l'Algérie. Je trouve ça grave et humiliant. Une chaîne qui est censée représenter le Maghreb donne une telle tribune à quelqu'un dont la mission semble être de discréditer l'Algérie. Son comportement indigne de véritable Algérien reflète pour moi une mentalité de Harki. Désolé pour le thème, mais pour moi c'est vraiment ça. De plus, lorsque le présentateur, donc qui s'appelle Nasser si je ne me trompe pas, a évoqué les tensions entre le Maroc et l'Algérie, il a délibérément évité de mentionner la véritable cause, l'alliance du Maroc avec Israël. Pourquoi ce silence ? À cette question, je répondrai que vous voulez protéger cette alliance honteuse et dissimuler une vérité qui dérange. Ce manque de courage et d'honnêteté est inacceptable. Ça manque de respect envers l'Algérie, envers son peuple et envers l'histoire du Maghreb. Oh, l'Adem, c'est la honte.
le temps que vous assumiez vos responsabilités en tant que média maghrébin et que vous cessiez de servir des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Salam alaikum. عليكم السلام ورحمة الله عليكم أختي، بارك الله فيك. ولو أنا كان هذا اللقاء خاص مع رجل، ده لقاءات كثيرة مع الكثير من الصحف والقنوات، مع القنوات الجزائرية خاصة دار لقاءات واحدة أخرى، ولكن كان كلام مهم جدا على أساس أنه عاش دار عهدتين كسفير لفرنسا، يعرف الجزائر كيفاش تمشي خفايا النظام الجزائري. كان مهم جدا شاهدته واش المعلومات اللي عنده. بعدين فيه نقاش، هل يكون الأخذ والرد، لكن هذا محقق ربما تشكي في بعض الكلام اللي قال، ولكن يبقى أن مهم جدا أن نوصله الرأي مثل هذه الآراء. بعدين المشاهد ثاني هو ذكي بما هو الكفاية باش يفهم وراء الحقيقة وراء التحايل، ولكن كلامه مهم جدا، وإن شاء الله يكون عندنا فرص في الأيام المقبلة باش نقولوا ليه في تحاليل، نجيبوا ضيوف يعطونا رأيهم فيما قاله. ولكن مرة أخرى كان لقاء خاص، والحمد لله يعني ما كان سهل باش نجيبوه ويدير الحوار معنا، ولكن مرة أخرى أظن أن الشهادة كانت شهادة مهمة جدا وتنفع حتى الجزائر باش يفهم كيفاش هاي تمشي الجزائر وكيفاش يمشوها تمشيها السلطات. وهذا ربما كما قلت مرة أخرى كل واحد عنده رأيه، ولكن تأكد الأخت رانيا أن كيما نجيبوا كزافيين نجيبوا واحد أخرين، المهم إحنا نوصلوا الرأي والرأي الآخر، وبعدين نخلي المشاهد هو اللي يقرر، هو اللي يأخذ الفكرة أو خلاصة لقاءات مثل هذه. كل حال شكرا أخي أختي رانيا، بارك الله فيك على المداخلة. أبو صهيب من العاصمة. ورحمة الله وبركاته أخي سليم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية إلى الشيخ ابن الشهيد علي بالحاج، ثم نعرج على الأم الصامدة الثابتة على المبادئ وعلى القيم أم أمين. ولا ننسى إخواني وأخواتي الذين يسجنون على أمر واحد وهو حب الجزائر. ندعو الله عز وجل أن يفك أسرهم جميعا ويرجعون إلى أهليهم سالمين. آمين. غالمين مرفوعين الرؤوس والهامات رغم المتآمرين من كل الكائنات. أخي أقول لرانيا، اعلمي بأن الجزائر لها شباب ذكي ومتفطن، ولا تنطلي عليه هذه الأشياء لأنه متحصن بالعلم ومتحصن بالكياسة والفطانة، وخاصة المراحل التي مرينا بها والمحطات أصبحت لدينا تراكمات وأصبحت لدينا قناعة ذاتية. ونقول بأن من يريد أن يدخل إلى المعترك السياسي لابد أن يكتسب أمرين، وهي القناعة والثقة في النفس. إن الذي يصبح يصول ويجول في المهدرات وفي المتاهات لا يخرج منها، لأن الشرعية هي أساس كل شيء، المصداقية. ونقول بأن الدبلوماسية ليس العنتارية، الدبلوماسية هي الحكمة، وهي تقديم المصالح على النزوات النفسانية، أي المصالح التي تعود على الشعب وتعود على الأمة، ليس العنتارية والنظرة الإصدارية وإعطاء إنصح التعبير الدول الأخرى بأنها دولة قصيرة في الفهم أو دولة لا تملك المقومات، وهذه تصبح معرة على الذي يدعي بأنه يملك الدبلوماسية الحقيقية. وأقول في الأخير بأن هناك سلوكيات وهناك آليات وهناك أدوات. أين تكمن العلة؟ في السلوكيات وليس في المؤسسات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. معنا عبد القادر من وهران. عبد القادر مساء السلام. تفضل خير عزيز، مرحبا بك. وسليم اسمع فيك.
أستاذ سليم، عبد القادر مصنفي، النظام بعد أن رفضه الشعب داخل في الداخل سيتفاوض بالأرض في الخارج مقابل الحماية والحصانة الدولية بنفس الظروف والأسباب والمبررات المحيطة بالشعب الجزائري، نفسها الأسباب التي كانت عند احتلال الجزائر. أين كانت المحاصرة والتفاوض مقابل حماية وحصانة السلطة التي كانت تحت سيادة الأتراك؟ لأن النظام اليوم يدرك جيدا أن المشروع في الخارج هو تقسيم الكحكة في شمال إفريقيا من أجل الحفاظ على النظام العام في أوروبا وفي أمريكا، وبنفس المبررات التي يستعملها النظام والمصطلحات السياسية نفسها التي استعملها عند حادثة المروحة بأنه سينقذ الجزائريين من قبضة الأتراك عند حكم الدايات. خويا عبد القادر راهو راحت بعيد، يعني لو نرجع للموضوع تاع اليوم، إقالة جبار مهنا أو العلاقة الجزائر مع الإمارات، أنت واش رأيك فيها؟ ربما حتى ماك زافي دريونكور السفير السابق تاع فرنسا في الجزائر، ربما إذا كانت رأيك في هذا الموضوع تفضل خويا عبد القادر. لهذا بنفس الأسباب عندما كانت الفترة الأخيرة للدولة العثمانية في الجزائر بنفس الأسباب الفساد الذي كان داخليا أصبحت الجزائر لقمة سهلة للاستعمار. أسمع فيك يا أستاذ سليم. أسمع فيك خويا العزيز، أسمع فيك بارك الله فيك، أسمع فيك بصح قلت لك هاك تضيع في دراهمك، يعني فيما يخص لو نرجعوا الموضوع تاع اليوم، لأن حتى باش ما نشعبوش ونروحوا البعيد يعني خويا عبد القادر، ملاح لو كنت حبيت نسمع لك فيما يخص الموضوع تاع اليوم. اليوم حتى السلطات الاستعمارية عرضت على ملك مصر بأن يحتل الجزائر مقابل منحه أموال بالتقسيط، مقابل منحه أموال بالتقسيط. هو كذلك خويا عبد القادر بارك الله فيك، يعطيك الصحة على المعلومات القيمة فيما يخص التاريخ وعلاقات الجزائر مع بعض البلدان، ولكن معليش لو نرجع للموضوع الحالي، المواضيع الحالية، لأن ما عندناش فقط موضوع واحد بصراحة الأسبوع نهاية الأسبوع، هو عندنا عدة مواضيع بناس ما رأيكم فيها مختلفة. كما قلنا إقالة مهنا جبار هو المسؤول الأول للمخابرات، ما يسمى بالمخابرات الخارجية الجزائرية، الخبر والمقالات لا تخرج فيها فقط، ليس فقط الخبر، كل حال فيه جرائد بعض الجرائد فقط عندها الإكسكلوزيفيتي باش يخرجون بعض المقالات وهاجم بلدان أخرى. فيما يخص ثاني حقوق الإنسان، هذه كارثة رغم رهدة ثانية بين قوسين أخذها بأكثر من 84%، يعني واش يخاف؟ خلي الناس تعبر، ما دام تحس ان الشعب الجزائري كله اختارك هو رئيس الجميع الجزائريين، واحد اللي يعبر رايه تاخذ له سج عام سنتين حتى ننسى، يعني ربما واش المبرر اللي يمكن باش يعطيه النظام باش يبرر هذا القمع المتزايد هذه في الايام الاخيره؟ هذا حبينا نسمع رايكم فيها. فيما يخص ثاني هذه الملاريا اللي ظهرت في جنوب الجزائر، كارثة واحدة أخرى صحية في الجنوب الجزائري، ورانا رايحين في هذه الظروف. مهنا أو معنا مهنا من توكو، من سمح لي من تيكزيرت. صحيت أم سالم، أكرت مهنا سيدك جير غلا سيد توكو تيديو سيدا مهنا فريداكي. والله عالون ديرين كيني بغداد نوزر على بمشي أم سالم. أنا ما أتنلط فيها السوال عيش تليجيني تيج
أقليك كيدا سيكي أهضر مهنا كتسلا فتشيني أكي كيثورا أقلي فمينوتا ثانا روح أنتي فمينوتا كستونطا أكتسلا مهنا كتسلا باش تروح أنا لفمينوتا أقلي 36 سنة الكورونا أبيسير لا متشفى مالك خمن أمون بانكي لي كيدي خمن الانترفونسيون في الكوفيد الله يبارك ولا شي مندي ولا معزالي مكتينو بيرسونيل الرطفي الناصر اكل ما تريني يقول جياس لك هوالي واه ما انا اكلت شي تكزير ميليتير انترناسيونال بريزيدون ماكرون الو الو اكسل لك ما اما انا اكسل لك الما سالم من كيني ما تشيدي بلا بنيستيو ايه يمكن زمزم أسألي ما كيف ربي هذا الصفاد أي تشوف ولاش الميتر ولاش سنات ولاش ثلاثة إذا ليت نتلني فوغني إميشلي إديزي وزو إذهب الخداع إعالجي لا روسي إباري فما كما هنا تبورت نفرات تخلص لها أبروسي سلطان تسيكولو فما كما هنا هذه سهل ربي إن شاء الله هذه سهل ربي في الله كفي الزلين مرة ثانية ثم قناتك مع عزيزن إسكندر من عنب اسكندر الو تفضل خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا حبيت نقولك على كيما على التغيير تاع جبار مهنا اللي الاشاعات تاع التغيير هذه في الصحافة واش ياخذوا عليها من هنا. أنا حبيت نقولك حاجة باللي شوف يعني دروك يعني السنوات اللي عدت علينا كل هذه التغييرات الجذرية هذه زعما تاع النظام الأساسي كيما نقولوا بين الجنيروف تاع الأمن الخارجي المسؤول على الأمن الخارجي ولا الأمن الداخلي ولا أمور هذه كل يعني في السنوات هذه كل يعني غير ديك العراو يعني ديك العراو باها وقالوا باللي يعني بدلنا درنا تغيير جذري مثلا في المسؤول على الامن الخارجي ولا الشيء هذا درك يعني على جبار مهنا كي بدلوه زعما ولاو يديكلاريو باها ويديروا فيها بلا فوتو وينعتوه زعما كيما يسني قاعد الاركان زعما وحطوا الخلافه تاع شكون هو يعني تبين لك هنا دي يا خويا باللي حاجه تبين لك باللي هما بعد يفتعلوا فيها باش يبينوا للشعب باللي شغل احنا نحكموا زعما وما كانش ايادي خارجيه. نعم اسكندر خويا اسكندر الجدل الكبير اللي خلق هذا التنصيب وهذا الاقاله مش يعني خطر في البلدان كلها في العالم كله يقال المسؤول ويعينوا واحد اخر مش مشكل في هذا المشكلة خويا اسكندر أن هذا الإقالة سمعنا بها الجزائريين كلهم سمعوا بها قبل ما تكون رسمية يعني سمعنا قبلوا الريجي سوسيو قال النشطاء يتكلموا عليهم بعد خرجوها أسبوع بعدين هذا هو المشكل خويا اسكندر ولا الإقالات والقرارات مثل هذه المهمة يعني تخرج فيها تسريبات إيه على بالي هي على بالي باللي هي رسميه ماهيش مش رسميه بس يعني حبيت نقول لك باللي هو الانسان اللي حطوه هذا درك في بلاصتو هذا اللي زعما راه يحطوه في بلاصتو هذا هما بعد هما دي داروها وسيله بركه باش يبريزونتيو للشعب برك زعما باللي الناس اللي تصدق هذيك باللي احنا زعما اني نحكموا واني انا قاعد الاركان واني وزير الدفاع ونحن ولي نتحكموا في الحكم وكيماك وكيماك بس في الحقيقه جبار مهنا يبقى حتى هو فرد اساسي معاهم ويبقى يحكم معاهم شفتيني طريقه سريه غير مباشره واضح خويا اسكندر الفكره مهمه واضحه خويا اسكندر بارك الله فيك يعني كلها بيناتهم يعني واضح الفكره شكرا خويا اسكندر محمد من فرنسا محمد او ربما نروحوا الى علي من بلجيكا بروكسل الو شكون معنا محمد او علي علي ليكسمبورغ علي من ليكسمبورغ نعم علي من ليكسمبورغ مرحبا بك خويا علي نعم هو انا راني مخالف في الراي هذا اللي قال لك على جبار مهنا هذا على كل حال جبار مهنا هو يعني الاختلافات بين العصب ادت الى يعني الى اقالته على كل حال والجناح تاعو اصبح ضعيفا فتخلص منه على كل حال ولكن هذا لا يمنعنا ان نقول ان اللي جاء في مكانه جابته الظروف يعني انسان ماهوش ليس انسان فاسد مثل جبار مهنا ولا مثل عبد القادر حداد المدعو بناصر الجبان اللي راه في الامن الداخلي او الجريدي تاع امن الجيش هذا كلهم فاسدين وكانوا في التسعينات يعني مجرمين هذا اللي داروه جديد
يعني جاء كما نقولوا باراكسيدون كما نقولوا في هذا الاختلافات بين العصب، فجاء على كل حال انا نظن عيسان مليح على كل حال. فهذا كيفاش خويا خويا علي هذا الشيء هذا كيفاش تعرفوا ولا سمعت به وكيفاش تعاملت معاه؟ مليح لانه من ناحيه انا يعني طلعت من ناحيه السياسه كان في المانيا ومن بعد دار في فرنسا، وهو صغير عنده ربما 48 سنة عقيد جديد ماهوش ما عندوش يد في الفساد، يعني حسب ما قرأت يعني من خلال مساره المهني لأنهم كتبوا في 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 الصحافة إلى غير ذلك، فيبان على أنه يده طاهرة ماهوش مثل هؤلاء الفاسدين اللي راهم الآن. أنا أظن أن التغيير سوف يلحق هذا عبد القادر الحداد في الأمن الداخلي وحتى أمن الجيش هذا الجنيبي اللي كان في فترة التسعينات قتل وذبح مثل ناصر الجني إلى غير ذلك. أظن أن سوف يكون التغيير ليس لصالح الشعب وإنما النظام يريد أن يضع تغيير هكذا حتى يوهم الشعب أنه سوف يعني يأتي بأمر جديد. واضح خويا علي، بارك الله فيك عزيزي، شكرا. خلنا نروح إلى كندا الآن، معنا فوزي. فوزي من كندا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله خويا فوزي. أخويا تحية لكل أحرار الجزائريين من كل دأب وصوب. يا أخويا احنا واش نقول لك، البلاد هذه عندنا بلاد واحدة بعيوبها بمحاسنها هي اللي تلمنا. الجو الجيوستراتيجي راه خطير جدا كما يحدث، راكم تشوفوا في إسرائيل تحسد الرؤوس كما تريد وكما تشاء. لا ننسى خلايا النائمة ولا ننسى الجواسيس. وأنا لا أشكك في وطنية أحد، فأنتم تحبون الجزائر وأنا أحبها، ولكن سامحني يا أخي منبركم هذا الطيب إن شاء الله يجب أن يكون مفتوح على كل الآراء ولا تكونون في جانب المعارضة فقط. فنحن نعرف عيوب الجزائري أكثر من السفير الفرنسي، والله نعرف الجزائر أكثر من السفير الفرنسي. خويا فوزي يا أخي، والله خويا فوزي خليني أكمل خيط حديثي. معليش معليش. بارك الله فيك يا حبيبي. واصل واصل خويا فوزي واصل. والله لا، في بعض الأحيان نكون مستعملين بدون إرادتنا، والله في بعض الأحيان نكون مسيرين بدون إرادتنا. فبالله عليكم لا تكونوا مسيرين ولا تكونوا سلاحا في أيادي العدو. تتكلمون عن قطع العلاقات مع الإمارات كأننا نبكي على صديق وفي، والله إنه سرطان الأمة العربية. تتكلمون عن العلاقات مع المغرب، والله إن المغرب لا كل وزاراته وكل هيئاته مخترقة. فهاتفك في البيكاسوس وهاتفي في البيكاسوس، إن شاء الله ما يكونش في البيكاسوس، إن شاء الله ما يكونش. يا أحبائي وطننا هذا يحتاج أن نكون معه وبعيوبه نصلحه بأيدينا، وإلا فسيكون مآلنا الهلاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسامحونا إن كنا قد تجاوز مقالنا. لا أعطيك ساعة خويا فوزي. فوزي بارك الله فيك، وعليكم السلام ورحمة الله خير عزيز. وقد النقطة فقط فيما يخص الرأي ورأي الآخر، والله ماشي فرض علي باش نحلف، ولكن أمن يا حبيبي أن ربما رانا متمسكين باش نجيبوا الرأي الآخر أكثر منك وربما أكثر من الكثير من الجزائريين. نحاولوا بكل جهد في كل حصة نحاولوا نتصلوا بالرأي الآخر، نفعلوا يعني نحاولوا بجميع المجهودات، ولكن للأسف شديد صعيب نجيبوا كاين 3-4-5، ولكن معظم اللي عندهم رأي الآخر ما يرفضوا ولا خايفين ولا ما يقدروش، المهم في أسباب ربما أن ما يخليهمش يحضروا في اللقاءات أو في البرامج تاع المغاربية، لأن فيه الرأي والرأي الآخر، هذا هو المهم عندنا حنايا. ولكن صدقني أخويا فوزي غير أننا نعملوا المستحيل باش نجيبوا جمال آراء في لي بلاطو تاعنا. شكرا أخويا فوزي مرة أخرى. محمد من ألمانيا،
محمد. سالم. أسف لك محمد. عليكم السلام ورحمة الله. سالم جين كومون ديراج نصيحة للمتصلين ونصيحة للمغاربيين. بالنسبة للمتصلين اللي هاد اللي راهم ساكن يقولوا كما انا دوك سميتي دونيير بالتليفون بلاصون ما يعيطوش بليزينيتي تود سويت يروحوا يشرو ان كارت تاع باكيت. هذوك لي باكيت ماشي غاليين هنا في اوروب كاين تاع بلاصون وكاين في الجزائر تاع 100,000 وتاع 200,000 عندو 250 مينوت في 4 سيمان هو كي يعيط ما يتقلقش وقتاش ترفدو ولا لا لا. بالنسبة للمغاربية أنا مغربية كون ما عندهاش راي الآخر ما نعيش فريقة أنا شفت بلي المغاربية هذيك في العمق دايما يجيبوا راي الآخر تاع البينا بقجادي بدوي هذاك تاع جلفاتي تسمو هذاك اللي يلبس اللي بس بحراوي. المهم كاين انا كون جيت نحكم الجزائر المغاربيه نديرها في الجيري قال الاد المغاربيه حاجه كما يقولوا باش الانسان كيفرغ يولي انسان مواطن صالح ماشي يتفق. المهم شكون واش مسيجي اخر ثاني اخويا سالم باش اختار واحد منهم حبيبي ربما الاعتقالات هذه مؤخرا يعني وله بعد العهده الثانيه بدات الاعتقالات واش رايك فيها؟ الاعتقالات واش نقول لك اخويا سالم انا ما رانيش العداله هي اللي تكتم بين العائله هذا هو هذا هو العدالة ان شاء الله تكون عدالة مستقلة كاش نهار باش ان شاء الله تكون عدالة. شكرا خويا محمد بارك الله فيك عزيز شكرا جزيلا يعطيك الصحة. كلام محمد ربما قال حول بعض الضيوف اللي عندهم رأي آخر رغم أن المغاربية ينتقدوها كثير من مشاهدينا الأوفياء ولا خطر حنا نجيبوا الرأي الآخر هذاك ولكن رغم هذا على بالنا أن تأدية للواجب المهني حنا نحاولوا ما زال نحاولوا القدام حتى نجيبوا الرأي والرأي الآخر وهذا هو المهم يعني إذا كان حبينا نكونوا جزء من هالجزائر الجديدة اللي حبينا حنايا لازم يكون نتقابلوا او نسمعوا الراي الاخر وكل واحد عنده رايه وهذا هو المهم. محمد من السويد. محمد من السويد ما كاش محمد روح الى فرنسا معنا رمضان او معنا محمد من السويد. محمد تفضل خوي. الو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اخي هذاك السفير الفرنسي وصوتو باسكو فرنسا حق تاع الجزائر داكور انا عايشين معهم ونعرف العقليه تاع الكبر نعرف العقليه تاع فرنسا. فرنسا تكره الجزائر تغير من الجزائر وتكرهها وما تحبهاش تطلع. احنا لازم نعاودوا النظام الجزائري وانا حبيت اليوم بالرئيس تبون يا مسيو رئيس تبون الجزائر كبيره ما شاء الله عليها كيف ما عندناش حاملة الطائرات لازم لنا ديروا لنا العام هذا ان شاء الله لازم تشريوا لنا حامل الطائرات ولا تصنعوها دبروا روسكم لازم الجزائر تكون عندها حامل الطائرات. واش نديروا بها محمد واش يعني انت حسب رايك؟ نحتاجوها عند الجزائر كل غايرين منها كل حاطين عليها ما الشعب الانتريال حاسد على بلاده لازم نعاونوا الدوله دركا فهمت الجنرالات والصوف والله متربيين الجنرالات انا نيت نعرف ناس فهمت والله متربيين كاينين اللي فيهم ماشي ملاح قلال بصح والله كل متربيين الحكام تاع الجيش كامل متربي داكور عندنا هذوك اللي قاعدين يخبصوا يحبوا يحكموا الدوله ما يقدروش لازم لك عندك الاكسبيريونس في الدوله باش تحكم دوله. الجزائر دوله ما شاء الله الحكام تاعها ما شاء الله واش هي عندنا شويه الانتيريال هذا كما نقولوا السوسيال سي با بون سي لو سوسيال اللي قتل الجزائر والعداله هذا هو الشيء مثل الحكام تاعنا رجال ونمشي فيغ في فرنسا. شكرا محمد بارك الله فيك خويا العزيز. رمضان من فرنسا ما دام كنا نتكلم على فرنسا. رمضان تفضل خويا رمضان.
لاباس. تفضل. الحمد لله خير نظام، مرحبا بك. الله يسلمك يعطيك الصحة، تحياتي لكل المشاهدين. سامير بون اون فيان دو اجوردي سي لو 29 سبتمبر. الو اسمع فيك. اوكي لي زيكو بون. لا لا اسمع فيك بيا حنايا. واصل واصل. اي تري بيان داكور. الوغ قلت لك راهي لي مينوي لي مينوي 16 اون فرونس هنايا صافي ديروني لو 29 سبتمبر. 29 سبتمبر 63 29 سبتمبر 2024 61 نوم من لا كرياسيون تاع لو اف اف اس تاع الدال الحوسي الله يرحمه ولي بوضياف ولي سليمان عميرات ولي خيدر ولي بورقع الله يرحمهم كامل. بور مو لو اف اف اس ولا كيما لو اف ال ان كاين لو اف ال ان افون 62 ان اونفون بصح عندو لي موستاش هذاك عاش شوية خرج فرنسا وكاين لو اف ال ان ابري 62 ان فيو بصح ما دار والو. لو اف اف اس كاين ابون يتحمد وابري يتحمد سي دوماج. عندي رساله برك لخونا محمد تاع الجزائر اللي مول في هضر اف اف اس وحيدرا اف اف اس وحيدرا. يا محمد دام لعبوا لا اف اف اس وحيدرا في تيزي بزو لا جورني هذه راه مكسروا الكراسه تاع يتحمد راهم ضربوا في بعضهم الوسخ ضربوا لا بوليس كلش هذوم لا اف اف اس مع حيدرا محمد هم واش داروا. نا سليم معليش فوتونا الدوكيمونتا تاع النور تاع جياس كان معاقبو. الو اها اسمع فيك. باش برك خونا محمد يشوف برك واش دار لافافاس مع حيدرا جماعة حيدرا لافافاس فوالا سيرو يا اخي والله ما بون. شكرا خير رمضان بارك الله فيك سي رمضان يعطيك الصحة خير رمضان بارك الله. ولا وانا شفنا بعض المشاهد في ستاد تاع تيزي وزو الناس كانوا يجمعوا الوساخ وكانوا ينظفوا في المدرجات وكان يعني الله لما فات عادي وربما فيه مشاهدات ما سمعتش بها على كل حال ولكن اكيد يعني معظم الوقت كان الماتش فات بدون اي مشاكل تذكر. كل حال معلش شكرا اخويا رمضان. ابو مروه من العاصمه. ابو مروه سالم السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم سالم. وعليكم السلام لجميع المستمعين الكرام باستثناء سالم. حبيت نسقسيك خويا شحال عندنا من قناه في الجزائر؟ انتم عندكم المعلومه؟ والله تبون قال لك عندنا اكثر من 180 ولا ما بلش 20 واقل 20 لا اسمح لي 20 ولا 25 قناه خاصه حسب الرئيس الجزائري. ما حسبتهمش انا صح. معليش اختار جابوا واحد معارض ديال السلطه. هذا سؤال وجيه. انا عمري ما شفت واحد يعني خاصه في الجزائر الجديده هذا ما شفناش واحد. لهذا نطلب من المتصلين ما يشاهدوش الزور وما يكذبوش. وقال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. ما تبيعش الاخره تاعك بفوته في الدنيا ولا الله تعالى رزقك بالك ان شاء الله يكون مالك وخدمتك من حلال ان شاء الله. ما تكونش عندك كان بوست وتفتري على الشعب الكاذب. نرجع من المتصلين كما يقول لك نصيحه ليا انا الاول ما تشهدوا الزور وما تكذبوش. صح سالم ونعزي الشعب اللبناني. صح صح تك صعب مروه بارك الله فيك. ولو انا لا احنا لو روبر تاعنا مش القنوات هذه. احنا حبينا معليش ينتقدونا يعطونا رايهم مرحبا بهم قناه المغاربيه قناتهم. معليش يعني واحد اللي شاف ان ربما فيه يمكن تحسنوا فيه بعض المواضيع معليش يعني ماشي مشكل. وحنا بصدر مالح يعني معليش نتقبلوا جميع الانتقادات. المهم تكون في اطار ادب واحترام متبادل. ولكن كما قلت لك ابو مرواني القنوات ما تجيبش المعارضين هذا ما همناش لان ما همش سي با دو روبير ماشي مثل لنا ماشي مثل للديمقراطيه وماشي مثل حرية الإعلام. حنا نحاول نجيبوا الرأي والرأي الآخر وربي يشهد يعني رانا نحاول المستحيل. والانتقادات مرحبا بهم من جميع الانتقادات مرحبا بها من جميع المتصلين. أميرة من فرنسا. أميرة راي معنا. أميرة راحت. أميرة أمين من قسنطينة.
يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا حبيت نعطي رأي تاعي أنه الجزائر أصبحت سجن كبير وما كانش حرية تعبير، وراهي كاينة حكم قام للحريات. والأخير أخير دليل أنه الأخت عبلة، أخت عبلة من تقرت صحيح، قالت كلمة حق، راهي في السجن في السجون الجزائرية، راهي أختنا راهي سجن كبير، رانا عايشين في سجن كبير مع هذا النظام، نظام قمعيني نظام ديكتاتوري، ما تقدرش تهضر كيما تعبر عن الرأي تاعك، ما تقدر دير والو ولا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعطيك الصحة أمين، بارك الله فيك خويا العزيز، شكرا جزيلا. حبيت نسمع هذا مادام كنا تكلم على مهنة جبار وإقالته والتسريبات، عندي هذا الإنفوغراف حبيت نسمعوه مع كيف ونقول لكم. تنصيب العميد فتحي رشدي مساوي على رأس مديرية المخابرات الخارجية خلفا للواء جبار مهنة. الفريق شنغريحة تحدث في كلمة لها عن خصال اللواء مهنة وعن الأدوار الريادية التي أداها صلب المؤسسة العسكرية، وأنه تحمل العديد من المسؤوليات بكل نجاح واقتدار، وبرهن خلال مساره المهني النير على كفاءة ومهنية وقدرة عالية على المعالجة الدقيقة لمختلف الملفات. خبر تنحية جبار مهنة واستبداله بمساوي تأكد بعد أيام من تسريبه وسط شائعات عن ملابسات ذلك، مما يثير تساؤلات عمن يسرب ضد من. جبار مهنة بقي في منصبه لسنتين بعد عدة تغييرات على رأس المخابرات الخارجية وغيرها. التغييرات العديدة على رأس مصالح المخابرات منذ قدوم تبول للرئاسة أثارت عدداً من الأسئلة عن أسبابها وتوقيتها. اللواء مهنة عاد للمخابرات العسكرية بعد سجنه أشهراً بتهم فساد في عهد رئيس الأركان الراحل أحمد قايد صالح. اللواء مهنة يعد من المقربين من مدير المخابرات الأسبق الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، الذي سجن بدوره ثم أطلق سراحه. تأتي تنحية اللواء جبار مهنة أياماً قليلة بعد تأدية تبون اليمين الدستورية لعهدة رئاسية ثانية سوقت لها المؤسسة العسكرية في أكثر من مناسبة. ويتساءل متابعون عن توقيت هذا التغيير مع ما تعرفه الجزائر والسياق الإقليمي والدولي من تقلبات. هذه التساؤلات كثير متابعين وكثير من الجزائريين، مثل هذه التساؤلات، مثل هذه التسريبات والتوقيت، ولكن الإجابات يعني ربما صعب واحد يلقى الإجابة الصحيحة إذا لم يكن من داخل النظام، وهذا هو المشكل. على كل حال وصلنا نهاية هذه الحصة، إن شاء الله تكون تكون عجبتكم، ونشكر الجميع اللي كانوا معنا، ونشكر اللي حاولوا يتصلوا بنا، وان شاء الله غدوه ان شاء الله مره اخرى. شكرا جزيلا، بقوا على خير. لا سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله.